تحتوي بذور الجزر على خلاصة المكونات الطبيعية لنبات الجزر المشهور بفوائدها الصحية العظيمة. ولعلاج الكثير من الأمراض، فبذور الجزر غنية بفيتامين ألف ونسبة عالية من الأملاح المعدنية كالبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم واليود، إضافة إلى الفسفور والحديد. كما تحتوي بذورها على فيتامين سي وفيتامينات باء المركب، باء واحد، باء اثنين، باء ثلاثة، وباء تسعة. كما تحتوي على السكريات والكربوهيدرات ونسبة أخرى من البروتين والدهون. تفيد بذور الجزر في منع حدوث الجلطات الدموية، كما أنها تحسن تدفق الدم في الدورة الدموية لدى النساء، حيث أن بذور الجزر تخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم. بذور الجزر تعالج مشاكل الجهاز التنفسي، حيث تفيد في علاج السعال وأمراض الصدر والتهابات الشعب الهوائية ونزلات البرد والإنفلونزا والزكام. كما أنها تفيد في منع تضخم الطحال وتعمل على تحفيز أداء الجهاز المناعي بكفاءة وزيادة قدرته على مقاومة الأمراض المختلفة، وتساعد في علاج ضعف النظر وأمراض العيون. يمكن إضافة بذور الجزر بين المكونات من الشوربات والسلطات، لهذا احرص على إضافته بين وجباتك اليومية لما فيه من فوائد صحية.